ring, 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 ding a ding, ding a ding, ring 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 a ding, ding a ring, 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 ring. متحف اتصالات المغرب هو متحف متخصص في تاريخ تكنولوجيا الاتصالات. ويعتبر من أول المتاحف التقنية بالمغرب، حيث يشكل إضافة نوعية في ميدان المتاحف في المغرب. متحف اتصالات المغرب يهدف بالأساس إلى حفظ الذاكرة الوطنية المغربية المرتبطة بتاريخ الاتصالات. فالمغرب لديه تاريخ عريق في إدخال مختلف تكنولوجيا الاتصالات منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الآن. جميل أن العاصمة الرباط توفر على متحف متنوع وتقني بحال هذا، فيه كل شيء. حبذا لو أنه يكون أكثر في المغرب، خاصة في الأهداف ديالهم التربوية مع الأطفال، لأن ممكن أنك تحكي قصة للطفل وما يفهمش، ولكن إذا جبتيه المتحف متخصص في أي حاجة غادي يكون جميل. المتحف يتوفر على خاصية مهمة جدا، وأنه حاولنا أن نقوم بتشغيل مختلف الأجهزة القديمة جدا التي لم تعد تشتغل الآن، ولكن حاولنا إعادة تشغيلها. أهم تقنيتين لدينا هنا هي تقنية الجهاز الميكانيكي الدوار وجهاز الميكانيكي بالأذرع المحورية. من بين الأشياء الجميلة اللي لفتت الانتباه ديالي هما المجسمات اللي كاينين في المتحف، واللي كيقربوا الزائر من الحقبة التاريخية اللي كان فيها ذاك الأجهزة التواصلية وأجهزة الاتصال.